أعتقد أني وصلت مكان يقال أن فيه رملة ما قد شفناها أو لمسناها من قبل. أغلب هذه الرمال نحن نعرفها، لكن هناك نوع من الرمال غريب جدا، لونه مختلف عن كل أنواع الرمال البيضاء وموجود في هذا المكان. وبما أننا نحن نعيش أجواء جميلة في أجمل شتاء، قررت أني أخذكم وراويكم هذا المكان تحديدا والرملة المميزة جدا. عموما المكان ما شاء الله جميل جدا. أشجار القرم اتخذ فيها قرار مهم جدا من السابق، وهذا أمر تشكر فيه القيادة الرشيدة على قرار حماية أشجار القرم بأنها ما تنقرض. أشجار القرم في الحقيقة هي حاضنة، حاضنة لمخلوقات أخرى الإنسان يحتاج لها. تخيلوا في 10 سنين تنمو متر واحد فقط، ولهذا لابد أن نحميها، وحمايتنا لها يعني حماية لمستقبلنا. أغصان شجرة القرم ملائمة جداً لوضع عش طيور الخصيفي، ما يسمى بالمالك الحزين. هناك طيور أخرى طبعاً موجودة في هذا المكان، هناك الثعالب، وفي الجزء السفلي لشجرة القرم اللي في الماء هنا تأتي الأسماك وتضع بيضها، لأنها تخلق لها مثل المكان التي تحميه. هنا في محمية جبيل هذا الأمر تقدر تلامسه وتعيشه وتشوفه أمامك. شكراً شجرة القرم. أمر راح تلاحظونها عند أغلب الأماكن اللي فيها شاطئ القرم، هذه النتوءات أو العروق اللي تظهر فوق الشاطئ تعتبر مثل رئة شجرة القرم. أغلب الأماكن التي فيها جذور شجرة القرم تعتبر طينية، وهذا يعني قلة الأكسجين اللي موجود في الداخل، فجذورها تبدأ بإخراج نتوءات أو عروق إلى سطح الشاطئ حتى يأتي بالهواء اللي موجود طبعاً ونتنفسه نحن معاها، ويذهب طبعاً في الأسفل إلى الجذور وبذلك إلى شجرة القرم. شيء عجيب جداً هذه الشجرة فعلاً. هذا هو رمل جبيل اللي خبرتكم عنه، تقدر تحس بسمك كل حبة رمل وتقدر تشوفها في نفس الوقت مالح. لازم نفسكم تيون وتعيشون هالتجربة. على فكرة نحن ترى مو في نص البحر ولا في مكان بعيد عشان صعب توصله، ترى نحن في جبيل.